يلا زيد يوريني يلا زيد 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 إذا مرحبا وتحية طيبة لكل المتتبعين ومتتبعات قناة شوف تيفي من خلال هذا المباشر. حنا تنتواجدوا في جامعة أي تيمور تابعة لعمالة مراكش، هي نواحي مدينة مراكش معروفة جامعة أي تيمور يعني هنا بالفلاحة، ولكن المشكل أنه هاد الساكنة هادو لقوا يعني ثلاثة الدواوير، لقوا أنهم في هاد ظل هاد الجفاف، وتعرفوا بأنه الله يرحمنا إن شاء الله ببعض الأمطار إن شاء الله في هاد الأيام، باش أنه ترجع يعني بعض الأمطار اللي تعتق الفلاحة وتعتق الناس هنا، لأن تعرفوا بأنه أغلبية الآبار تم التجفيف ديالها بسبب بعض الضيعة. تعرفوا أنه الطمع ديال مالي الفيرمات الضيعات الفلاحية هنا بالمنطقة سبب لها مجموعة ديال الساكنة تقريبا ما يقرب على 700 ديال الساكنة سبب لهم في العطش، لأنه هاد الناس هادو اللي تعتمدوا بطبيعة الحال على الآبار باش أنهم يعني يشربوا الماء بهيم ديالهم. الآن تنشوفوا بأنه الله يرحمنا الله يرحمنا ونزل شي شوية الشتاء، أنه هاد الناس هادو تيعانيو في ظل هاد الظروف هادي وفي ظل هاد يعني الأمطار اللي متوقفة في هاد الوقت هادي. تنشوفوا أنه أغلبيتهم تيقلبوا تيضربوا الكيلومتراج، يعني تيضربوا المسافة طويلة باش يجيبوا المياه من مناطق أخرى. الناس يعانيو، وتنتمناو إن شاء الله أنه إن شاء الله الأمطار الخير تكون عن قريب، وهاد الناس أنه تم الإنقاذ ديالهم. زيد أسيدي تفضل تفضل معايا هنا، تفضل اجي قدامي اجي قدامي اجي قدامي اجي قدامي اجي قدامي اجي قدامي. شوف العام سير شي كلشي كان مغروس. لا سيدي دروك شحال من دوار نتوما تعانيو من الجفاف؟ حنا ثلاثة دواور. نعم كاين ولاد مسافر، كاين الغويريات، كاين البرجة، ثلاثة دواور هذه تقريبا منطقة كامل شي منطقة. الناس كلها دواور هذه الديور شوفوا الدخله انت تقول كانت غير شي كانت تما غير تاع 50 60 70 مشى ولا شي شي بعض القطارات 100 سنه. دوك انتم شحال انتم تتعانوا من هذا الجفاف هذا في هذه المنطقه هذه؟ وتقريبا شي 10 سنين ولا 12 عام. 10 سنين ولا 12 عام؟ 12 عام تقريبا هذه باش 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 سمعت بانه انتم هنا في هذه الدواوير ثلاثة يعني تعتمدوا على الابار باش انتم تشربوا الماء، باش انكم تسقيو راسكم يعني تشربوا وتسقيو وتعطيو البهيم ديالكم. نعطيو البهيم هنا ونعطيو لغرسنا، حنا ناس فلاحة صغار ناس ماشي فلاحة نقولوا يجبدوا الماء عادي يجبدوا الماء ب 1000 متر، وانا كرهناش لحقنا 200 و100 والناس كت المهم راه سير على الله وخلاص، وهذا الشيء كل شيء هذا الدرا وبقى واقف. نعم هو اللي واقف بقى دوا ورخين تا هو كذلك، كاين اللي راجل عنده خمسة دكتورات ستة دكتورات تاع الداليه مشات رابت الزيتون تا هو كذلك ما مشى قلعوا باعوا. وشنو هو السبب بالضبط؟ شنو السبب ديال هذا الشيء؟ الناس كاين اللي يدير ربعات البيار خمسة، ربعات البيار خمسة الناس اللي لاباس عليهم فين تلقى هذا الماء باقي؟ خمسات البيار الراجل تيدير فلاحة كبير، خمسات البيار ستات البيار سبعات البيار في البلاد، ولا خور هكاك فين بيبقى هاد الماء؟ ودروك انتم الا ما تحلش هاد المشكل فين تتشوفوا انتم المستقبل ديالكم في هاد المنطقة هادي؟ نعم الا ما تحلش هاد المشكل فين تتشوفوا المستقبل ديالكم الشريف؟ المستقبل ديالكم كي تتشوفوا ما كاينش نديروا نخوي البلاد نرحلوا نزيدوا شي بلاصة نقتلوا روسنا الا هو رحلوا ما بقى فين اش بقى ما يدار هنا؟ خص الله ما رحلوا نزيدوا شي بلاصه اللي تليق بينا ولا نطلبوا ولا اش نديروا كاع. ماشي راه صعيب علينا بزاف. والسلطه ملي تمشيو عند السلطه؟ شوف السلطه يقول لك انت دير رخصه في دير رخصه، قال ما تبيع لك رخصه. رخصه عليها تالي جيب هذه دخل هذه صيفطك هنا صيفطك لاجي صيفطك تروح الماء نقدم. نعم سيدي. اذا على العموم حنا كما سمعتوا بغيت تضيف شي حاجه قول شي هادشي اللي كاين هادشي قرب يلا سيدي تفضل. اجي سيدي اجي تفضل نمشي نشوفوا البير نشوفوا البير كاين شي بير قريب. اذا على العموم كما سمعتوا على اللسان ديالكم هنا ثلاثه الدواوير هنا بجماعه اي تيمور تعانوا تقريبا. نعم هذا النموذج كما تسمع على اللسان ديال هاد الناس هادو نموذج
ديال هاد الساكنه هادو كما تشوفوا اغلبيه ديال الناس ولا تفكروا في الهجره، لانه من تتقلل المياه ومن تد الفرشه المياه الفرشه ديال المياه تتجف، والسبب ديالها هي الضيعات كما تيقول لك بانه الضيعات اصحاب الضيعات الفلاحيه اللي كبيره ما خلاتش لهاد الناس ديال الدواوير انهم باش يعيشوا، ما لقاوش ما يشربوا. دروك هاد البير هذا واك حدا ما فيه والو، تشوفوا من خلال المباشر هذا راه البير تسد، وانت تشوفوا هنا الساكنه يعني هذا منطقه الناس ساكنين وتشربوا من هنا من الماء، ولكن هذا البير سدوه لانه صافي خوى من الماء، والسبب ديال انه تجفيف الفرشه المائيه كما تشوفوا، هذا الموتور المحرك ديال اللي كان تيطلع الماء دروك وقف ما بقاش الماء يعني هذا بير. هذه نموذج من فوسط الدوار، هذا الدوار دوار ولاد مسافر، دوار ولاد مسافر اللي تابع بطبيعه الحال تابع لجماعه اي تيمور كما تسمعوا، يعني ما كاين والو يعني ما كاينش نهائيا المياه. تفضل اخويا، واش انت ساكن في هذا الدوار هذا؟ نعم انا ساكن في دوار ولاد مسافر. اللي تيعانيو دروك هما من الجفاف تقريبا، هذه المنطقه كلها ماشي تقريبا تتعاني من الجفاف كلها، كاع هذه المنطقه اللي كاينه لدار منطقه تامس قالف تتعاني من الجفاف. مشكل عويص، الناس ما لقات ما دير، الخدمه ما كاينه خدمه، الناس ما كايناش خدمه، الخدمه الناس ما تيخدموش، ما كاينه خدماش، كانوا الناس يخدموا مع الضيعات الصغار وداك الشيء، ما بقاش خدمه